ولا دكتور زوجتي او مطلقتي. انا كان ليا راي يعني. احنا عندنا مكاتب تسويه المسائل الاسريه المنازعات الاسريه انا شايفها الحقيقه روتينيه ما بتعملش حاجه يعني. مجرد احنا نروح نقدم الطلب شكليه لكن لها لو عملت عملها الحقيقي انها تبحث الحاله اللي قدامها بشكل جدي ويعني يعني زي ما بيقولوا كده تمحص الامر يعني تمام وتطلع وتشوف الزوج وظروف الزوج وظروف الزوجه وتسمع الناس اعتقد هيبقى الوضع افضل يعني. حضرتك ده السبب ان في منازعات الاسره بالذات نفقه وغيرها نجد ان عندنا اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي حقيقة دور الاخصائي بس ده ما بيحصلش يعني عملا ما بيحصلش لا زال غير دلوقتي لا زال غير انا ده فعلا ده وضع النقط على الحروف لا زال الى الان مساله انه للاسف انه التحريات تكون جاده عندنا علامه استفهام مش كل التحريات جاده ولا بنسبه كبيره مش جادة. وبيحصل ساعات نوع من التواطؤ بين الزوج في بعض الاحيان والزوجه في بعض الاحيان والزوجه في بعض الاحيان نكايه زي ما حضرتك بتقول ما في زوجه تستخدم الاولاد جداً. للضغط على الزوج بنفقتهم وفي زوج يستخدم الاولاد بحرمانهم انه يضغطوا على الام انها تنزل تشتغل بيحصل من الطفين مع الاسف هي برضه نرجع نقول ثقافه غلط ازمه اخلاق وعشان كده بنقول ده شرعا كمان ضروري الناس تعرف كده ده حرام ده غير مشروع يعني لان الحقوق يجب انها تروح لاصحابها وتروح بكرامه وبعزه نفس يعني ليه الاب ده واحنا بنقول اب او زوج الزوج ده خلاص انفصلوا وصلوا لحاله الانفصال وخلاص كل واحد راح لحال سبيله ليه اذا كان لها نفقه